مساء الخير. أول لقاء مصور بينا زي ما اتفقنا، هنحاول إنه ما يتعداش 4 أو 5 دقايق، هنبعد بيه عن رتابة المحاضرات المكتوبة الطويلة، وهنحاول نوصل المعلومة بشكل بسيط وسريع ومركز لحضراتكم. أعتقد كده هيكون أفضل، بحيث إن حضراتكم لما تشوفوا الأمر قدام عينيكم هيبقى أوضح لحضراتكم من إن هو إن إحنا نقراه مع بعض. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة اللي هي الدراج أو الفرامل، إزاي نظبط الفرامل في المكنة الكونفنشنال. المكنة الكونفنشنال أو الأوفر هيد. في عندنا نوعين من الفرامل في المكنة الكونفنشنال. النوع الأول إحنا بنسميه ستار دراج، اللي هي الرافعة المسؤولة عن غلق وفتح الفرامل، شكلها زي النجمة وعشان كده سميناها ستار دراج. كل ما بقفل النجمة كل ما بتضغط على البكرة اللي عليها الخيط، فبتعمل مقاومة أكتر أو بتعمل فرامل أكتر أو بتعمل دراج أكتر. كل ما بفتحها كل لما بتخف الفرامل على الخيط، وبالتالي الخيط بيبقى يطلع بيسرع. خدوا بالكم في المنظومة عندنا هنا عندنا أمرين، اللي هي الفرامل والليفر، دي اسمها الفري سبول. كل ما بقفل الفرامل كل لما الخيط بيطلع بصعوبة أكتر، كل ما بفتحها كل ما بيطلع الخيط بشكل أبسط. خدوا بالكم هنا لو انا عندي الخيط مثلا القوه بتاعته 90 رطل، احنا قلنا هنظبط على التلت يعني 30 رطل، بظبط الفرامل بحيث عند 31 رطل الخيط يبدا يطلع. هنتكلم في محاضرات بعد كده ازاي اظبطها، بس انا عايز اركز على حاجه مهمه دلوقتي. انا دلوقتي هنسلم، انا خلاص ظبطت الفرامل على 30 رطل، فدلوقتي لو انا شديت اكتر من 30 رطل 31 رطل الخيط هيطلع. انا هنا عندي حالتين، الفرامل دلوقتي قائمه وعامل ضغط انا على البكره يساوي 30 رطل، لو فتحت الفري سبول الخيط بيطلع حر، لو قفلت الفري سبول 30 رطل حر 30 رطل. يعني اذا انا عندي حالتين فقط هنا، الحاله لو انا فتحت الرافعه المسؤوله عن الحريه للبكره اللي بنسميها الفري سبول الخيط هيطلع بشكل حر، لو انا قفلت الرافعه المسؤولة عن تعشيق الفرامل مع البكرة وشديت هيبقى عندي هنا 30 رطل، 31 لو انا ظابط على 30 بيطلع الخيط. تعالوا بقى نشوف في حاجة مهمة جدا اللي هي بنسميها الليفر دراج او الفرامل الرافعة. هنا انا عندي رافعة، دي مش دي مسؤولة عن الفيس بول بس مسؤولة عن حاجة تانية هنتكلم عليها، رافعة وعندي هنا زرار ضبط او محبس ضبط، هو اسمه الادجستمنت نوب ودي اسمها الليفر دراج. ادجستمنت نوب والليفر دراج هنقولها بشكل مبسط، انا عندي هنا محبس الضبط والرافع. هنا الضبط بيتم بشكل مختلف، في حاله المكن الستار دراج انا ممكن في اي لحظه اقفل، يعني انا لقيت الدراج بالنسبه لي مش كفايه بقفل، الدراج طلع قوي بفتح، فانا بقفل وبفتح من هنا وهنا بعمل فري سبول وبقفل فري سبول. هنا الامر خطير جدا ولازم نعرفه، لان احنا لو اتعاملنا معاه بشكل خاطئ ممكن تبوظ المكنه مننا. انا عندي هنا زرار الضبط الادجستمنت نوب، وعندي هنا الليفل اللي هي المسؤوله عن تحميل الفرامل او عدم تحميلها. الليفل لما بتكون بالخلف بيكون عندي هنا حريه للبكره، ده اسمه الفري سبول، تطلع البكره بحريه. هنسلم انا عايز اظبط الفرامل هنا على 30 رطل، بعمل ايه؟ لازم هنا انا عندي على الفري سبول اعشق على الاخر الفول دراج، ده الفول دراج بتاعي. في حاجه في النص اسمها سترايك دراج هنتكلم عليها بعدين. انا عندي هنا رافعه بعشق الرافعه لحد النهايه، ده الفول دراج، وبشد بشوف الفرامل قيمتها قد ايه، طلعت 22 رطل بالميزان. اوعى تقفل وتفتح من هنا والرافعه متعشقه، هتبوظ المكنه منك، لازم ترجع على الفري سبول وتقلل وتعشق وتشد، لا زياده، هترجع على الفري سبول وتقلل وتعشق وتشد، بقت معقوله بس محتاجه تقل شويه، هرجع الفري سبول واخف واعشق واشد.
انا عندي هنا خلاص تأكدت ان مع الفول سترايك فول سترايك بقى عندي الفرامل متعشقة على 30 رطل. طيب هنا انا عندي ميزة تانية، انا عرفت انا عندي مشوار من الفري سبول لحد الفول دراج، الفول دراج هنا بقى 30 رطل. في المكن العادي المكن الستار دراج انا عندي الفرامل متعشقة فري سبول او فرامل متعشقة فري سبول او فرامل متعشقة، هنا عندي فرايتي اكتر. ليه بقى؟ انا عندي هنا فري سبول، المشوار بتاعي من الفري سبول لحد تعشيق الفرامل اللي هي 30 رطل، انا عندي هنا طول المسافة دي في فرامل برضو. بمعنى لو احنا قلنا 30 رطل دي بتساوي 12 كيلو، لو انا عملت كده وقفت هنا بقى عندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو 8 9 10 11 12. الفول سترايك بتاعي بقى 12 والفري سبول بتاعي بقى 0، يبقى انا عندي هنا عدد لا نهائي انا بتحرك فيه من الفرامل نهايته الادجستمنت اللي انا عملتها او الظبطه اللي انا عملتها. انا ظبطت في النهايه على 30 رطل اللي هي بتساوي 12 كيلو، وانا عندي هنا فري سبول من الصفر لحد ال 12 انا عندي اعداد كتيره جدا من الفرامل ممكن انا اظبط عليها، بس في النهايه هكون متاكد لو انا عشقت على الاخر خالص الخيط في النهايه هيوصل لنفس المنظومه اللي وصلتها المكن ستار دراج اللي هو 30 رطل 31 الخيط هيطلع مني. طيب نرجع تاني، ايه الميزه اللي عندي هنا؟ الميزه اللي عندي هنا ان انا لو انا فجاه حبيت اعمل دراج خفيف على المكنه او على الخيط او على السمكه وعايز ابطئها ومش عايز احط فول سترايك عليها او اعمل اقصى دراج، ممكن اقف على 8 كيلو او 9 كيلو او 10 كيلو وهكون مطمن حتى لو عشقت للاخر خالص انا في النهايه ظابط المنظومه بتاعتي بحيث ان عند قيمه معينه اللي هي تلت قيمه الدراج او تلت قيمه تحمل الخيط المكنه هتسيب. زي ما قلنا الخيط بيتحمل 90 رطل، يبقى اذا على 30 رطل الخيط هيطلع مني بسهوله، فانا هنا مطمن انا بتحرك هنا في النص من 0 لحد ال 12 كيلو من 0 لحد 30 رطل. على فكره الرطل بيساوي 450 جرام، فلو انت عندك حاجه من الرطل وعايز تحولها لجرام اضرب عفوا اقسم الكيلو على 450 على بوينت 450 هيطلع لك بالرطل، او اضرب الرطل في 450 هيطلع لك القيمه بالكيلو جرام، هيطلع لك القيمه بالجرام اقسم على 1000 تبقى بالكيلو. فاحنا قلنا تاني هنا انا عندي هنا 0 وعندي هنا اقصى تعشيقه انا ظابط عليها، وفي النص انا بتحرك من 0 لحد ال 12 اللي احنا اتفقنا عليها او 0 لحد 30 رطل بحريه بدون انا متوتر ومش مش هبقى قلقان في اي حاجه. في الستار دراج لو انا ظابط على 25 رطل او ظابط على 30 رطل ما عنديش غير حلين، يا 0 يا 30، لكن هنا انا عندي في الليفل عندي 0 1 2 3 4 لحد ال 30. الحاجه المهمه اللي هتكلم فيها اللي هي بلاش احذر انك تظبط وتقفل وتزود والدراع متعشق، المكنه هتبوظ، هتبوظ حاجه في المكنه من غير ما تاخد بالك. لازم ترجع الفري سبول وتقفل وتزود وتوزن، زياده ارجع قلل عشق اوزن، عايز تقلل تاني ارجع قلل عشق اوزن، ارجع زود عشق اوزن. وخد بالك لو زودت قوي ممكن تكتشف الدراج الدراع مش عايز يكمل معاك، فلازم تكون واخد بالك. لو انت قفلت قوي هتلاقي فجاه الدراع وتضغط عليه مش عايز يتحرك، تقول ده باظ، تروح ضغط عليه تروح كسر حاجه في الفرمله من جوه. انت عندك مقياس بتعرفه من المصنع بيقول لك المكنه دي بتوصل لحد قيمه 20 كيلو، ما تجيش تظبط على 5 على 22 كيلو وتحاول تقفل لحد الاخر الدراع زنق معايا اهو، لو انا زقيتها بوظها لان انا عامل اوفر لود على النوب اللي هنا او اوفر لود على البكره، فلازم ارجع واخف شويه عشان يكمل معايا لحد الاخر. زي ما اتفقنا دلوقتي قبل ما ننهي لقائنا ان احاول بقدر الامكان الابتعاد التام عن ضبط الدراج، عن قفل وفتح وتحميل النوب والدراع متعشقه، لازم ارجع للفري سبول واظبط وعشق، ارجع تاني واخف وعشق وقيس، ارجع تاني واخف وعشق وقيس، ارجع تاني وازود وعشق وقيس. مش هطيل على حضراتكم، ان شاء الله في لقاءات قادمه هنبدا نتكلم عن بعض الامور اللي تهمنا في لقاءات مصوره قصيره.